المزيد أيضا مشاهدينا حول استئناف مجلس أمناء الحوار الوطني للاجتماعات، بالتأكيد استجابة لدعوة الرئيس السيسي. معنا على الهاتف الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن. مساء الخير يا فندم، على بحضرتك. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على مشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا. يعني النهارده يعتبر الخطوه الاولى للبدء في مناقشه المحور الاقتصادي واللي دفع او دعا اليه دكتور مصطفى مدبولي منذ اسابيع. طبعا احنا عارفين اهميه الدفع بالحوار الاقتصادي لما يمر به العالم من ازمات اقتصاديه، لكن هل في اطر معينه موضوعه لحضراتكم كرؤساء احزاب، وايه الافكار اللي بتدفعوا بيها في مستهل بدء هذه النسخه من الحوار الوطن؟ الحقيقة يعني دعيني أثمن هذه الدعوة الكريمة من القيادة السياسية وعلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الشأن الاقتصادي هو الشأن الذي يشغل بال الجميع في هذه المرحلة، وأن تخرج مصر من هذه الأزمة ولن تخرج إلا بتكاتف الجميع. ولذلك حماة الوطن كان من السابقين في تقديم رؤية اقتصادية في المرحلة الأولى في الحوار، ثم يتبعها ما سنناقشه أو ما سنقدمه في المرحلة الثانية في الحوار الوطني. وعلى رأس هذه الأولويات هو تعظيم العائد الدولاري للدولة من كل ما نستطيع أن نستغله داخل الدولة، في أن نعظم هذا العائد بكل إمكانياتنا كدولة مصرية. ويمكن ده موجود في قطاعات كثيرة، منها الصناعة، ومنها تكنولوجيا المعلومات، ومنها النقل، ومنها السياحة واقتصاديات الزراعة وما إلى ذلك. أيضا تعظيم دور المكونات المحلية في الصناعة وتوطين صناعات كثيرة تسعى الدولة المصرية، والقيادة السياسية كانت توجه في هذا الأمر. ده من ضمن ما سيناقش إن شاء الله في هذا الشأن بخطة ورؤية من حماة الوطن فيما يخص تعزيز المكون المحلي للدولة المصرية في الصناعة. حضرتك دكتور تحدثت انه كنتم حتى من النسخه الاولى حزبكم يعني اصدر برنامج او خطه للبند الاقتصادي، اذا كان لديكم تنبؤات يمكن بالحاله العامه للدوله المصريه، وبالتاكيد عندكم خطه كمان ورؤى للنسخه دي بما انه يعني في مستهلها محور اقتصادي. اهم المقترحات او اهم الاطر اللي كانت بالنسبه لكم دفعتم بها في بافكار او برؤى لهذه النسخة. يمكن وجود قيادات وكوادر هامة وعلى درجة ليست من المحلية فقط، ولكن كوادر عالمية فيما يخص السياسات النقدية وما يخص الصناعة، فيمكن ده تقدمنا به في رؤية شاملة في هذين الشأنين. أيضا ما يخص الزراعة ودورها وتعظيم العائد منها اقتصاديا، أيضا ده تم تقديمه. ولكن الأفكار التي تساعد على نهوض الدولة وكل ما نستطيع أن نقدمه في المحاور الثلاث التي ذكرتها على مستوى الصناعة أو السياسات النقدية أو على مستوى الزراعة، بل والأمر متطور أيضا في كل التكنولوجيات التي تستطيع أن تضيف للدولة المصرية، ده كان هام بالنسبة لحماة الوطن أن يشارك به. وجود وحدات رصد اقتصادية داخل أمانات حماة الوطن في كل مجالات الدولة، ده من ضمن العمل، لأنه على مدار الساعة يمكن اللجان النوعية في حماة الوطن ترصد وتقترح الحلول الواقعية للمجتمع المصري، بل وتقترح التشريعات على مختلف حلولها، سواء كان بتشريعات جديدة أو تعديلات أو إلغاء، في كل ما يخص تسهيل أمر الاستثمار وأمور التصنيع داخل الدولة المصرية. التجارب المستفادة دكتور اللي ممكن حضراتكم
تبنوا عليها للمزيد من تجربة ناجحة أو موفقة في النسخة الثانية للحوار الوطني ممكن تكون إيه؟ يمكن تجربة الصين والهند وكوريا الجنوبية وكثير من الدول النامية، ولكن دعيني ما لمسناه وما عايشناه كحماة الوطن مع دولة الصين في مكافحة الفقر، ويمكن تدرب من أولادنا هناك على هذا الأمر. ده كان بالنسبة لنا رؤية هامة بل وتجربة هامة عايشناها، وأخذ شباب حماة الوطن كورس قوي جدا في مكافحة الفقر وعن كيفية التعامل مع هذه الأزمة وكيف تعاملت معها الدولة الصينية التي تبحث اليوم عن توزيع الثروة وليس مكافحة الفقر. وهذا ما نصبوا إليه من خلال حياة كريمة ورؤية القيادة السياسية في هذا الشأن. فبالتالي التجربة الصينية في النمو ومكافحة الفقر وتوطين الصناعات عندها بشكل قوي هي تجربة تستحق الدراسة والهدوء في مذاكرتها ومتابعة ما وصلت إليه. أثر وأنا بكلم رئيس حزب، أثر أنه يعني بتسألوا عن أرائكم، بيتم التشاور بين رؤساء الأحزاب وبعضهم من أفكارهم المختلفة، يعني هذا التجانس وهذا التآلف، وأثر أنه الدولة بتسألكم عن مقترحاتكم، يعني المسألة دي جديدة تم التمهيد لها طبعا في النسخة الأولى من الحوار الوطني، لكن الآن لم يعني خلاص يعني لم تصبح جديدة بالنسبة لكم هذا المفهوم، لكن التجدد دايما بأنه الدولة تسأل عن أفكار مختلفة في ملفات مختلفة، أنتم كرؤساء أحزاب بتشوفوا وجهة النظر دي زي اسمحي لي أصحح أمر ما، أنني المتحدث الرسمي ولست رئيس الحزب، رئيس الحزب سيادة الفريق جلال الهريب. ما نمت عنه التجربة ودعوة القيادة السياسية لأن تتشارك القوى السياسية الرؤى، وأن لا يكون كل واحد في معزل عن الآخر، وأن نظرية الجزر المنعزلة التي يصرخ فيها كل فرد وحيدا الكل جلس على طاولة، ويمكن ملتقى الأحزاب السياسية الذي انعقد 3 مرات في الصيف الماضي كان له أثر إيجابي وقوي جدا في تعزيز الحوار الوطني وتعزيز التشارك بين الأحزاب السياسية جميعها. وده رسالة إلى العالم أن هذه الدولة متحدة وأنها على قلب رجل واحد وأننا كلنا متكاتفين خلف قيادتنا السياسية وأننا على قدر الصعاب مهما كانت. وأكررها، نحن خلف قيادتنا السياسية وعلى قدر الصعاب مهما كانت ومهما كان من يصدرها لنا. دي نقطة مهمة، أنا بشكر حضرتك أنك أكدت عليها. الناس برضو أحيانا بتتساءل هل في توقيت محدد موضوع لكل حزب أو كل مشارك أو كل متخصص في الحوار الوطني أنه يتقدم بأجندة أو فكرة؟ أمانة الحوار بترسل إلى القوى السياسية جميعا أن تقدم رؤاها خلال فترة محددة، ثم تقدم الرؤى ثم يتم الاستماع لها كما رأينا بالدقائق المحددة لكل حزب أو كل قوة سياسية تريد أن تعبر عن رأيها خلال المناقشات وخلال المشاركة في الحوار. يعني أكتر من ضيف سبق مداخلة حضرتك كنت بسأله عن نفس السؤال اللي يمكن سألته لسيادتك، أنه الأحزاب والمتحدثين والمشاركين في الحزب إزاي بيشوفوا نقطة التلاقي بينكم ومن بعض، فأحد الضيوف الأفاضل قال أنه بيشوفوا واجب وطني في الأساس وليس طبعاً مهمة أو تكليف. طبعا لأنه إن لم نتكاتف، نعم، وإن لم تكن الدولة المصرية قوية، وإن لم تكن بهذا التلاحم خلف قيادتها السياسية، أعتقد كانت ستعصف بنا كثير من المشاكل. ولذلك هو فكرة أنه واجب وطني، لا، نحن نسير إلى واجب مقدس كلنا مسؤولون عنه وكلنا خلف راية واحدة وهي مصر. ولذلك نطمئن
وأبعث برسالة طمأنة إلى قيادتنا السياسية في هذا الشأن، أننا خلف قيادتنا وأننا نعيش معها الهموم بل ونطرح المشاكل بل ونتحدث في غرفنا وفي اجتماعاتنا عما نستطيع أن نحل به حلولا واقعية، حلولا على مستوى قريب وبعيد، وكل ذلك ليس إلا لهذه الدولة وهي مصر التي حبها يسري في دمانا جميعا، وهذا أقل ما نستطيع أن نقدمه، وما نستطيع أكثر وأكثر سنفعله إن شاء الله بمشيئة الله وموفقين دايما. دكتور، سؤالي الأخير لحضرتك، يعني بيجي في أذهان المتابعين للحوار الجدد خلينا نقول، هل في أي أطر بيتم وضعها من المسؤولين أو القائمين على الجلسات التي ستقام على الأفكار المقدمة، أم أنه الموضوع متروك لي حسب ما ترون في أي حزب، وبأنه أنتم شركاء في التجربة الأولى والتجربة التي ستأتي بمشيئة الله، هل في أي أطر بتوضع؟ الموضوع محوكم من بداية من اختيار الكوادر النابهة القادرة على الإضافة والقادرة على طرح الحلول بشكل واقعي إلى الأفكار التي تناقش ومدى واقعيتها، إلى الوصول إلى كيفية إنفاذها وما تحتاجه، هل تحتاج إلى الحل الفعلي الآني أم تحتاج إلى تشريع يفعلها، وكل فكرة يتم صياغتها بهذا الأمر من صاحبها إلى فعاليتها إلى ما تحتاجه من تشريع أو ما تحتاجه من تسهيل كي تنفذ على الأرض. عظيم، بشكر حضرتك على هذه الإجابة الوفية يا دكتور، شكرا على وجودك معنا دكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماية الوطن، شكرا جزيلا لحضرتك.